بالمناسبة كابتن أحمد، برضو كنت امبارح قريت صورة لمجلس إدارة نادي الزمالك في مؤتمر تقديم اللاعبين الجدد، ومجلس إدارة نادي الزمالك في الصف الثاني ورموز نادي الزمالك في الصف الأول، أنت تحديدا كمان كنت في الصف الثالث كمان، وسايبين المقدمة لرموز نادي الزمالك. في أوقات كثيرة كان رموز نادي الزمالك مش في الصورة أصلا جوه نادي الزمالك. الصورة دي كمان أيضا عظيمة كابتن أحمد، وبطلب من زملائي كمان لو نعرضها مرة أخرى. الصورة دي طبعا دي رموزنا، ودول ناس عرقوا وتعبوا جوه نادي الزمالك، واحنا كلنا نيجي في اخر ناس، لان نادي الزمالك كلنا محتاج مننا كل الجهود المبذوله وانقاذ الذات. ما يهمش انا قاعد على كرسي، وفي ناس كانت قاعده ما زالت موجود اكتر من اعضاء مجلس اداره، وده عشان حبا في نادي الزمالك. فاحنا خدامين لنادي الزمالك ومريدين لنادي الزمالك. نادي الزمالك عمل اسمنا وكبرنا واستفدنا كلنا من وراه، ارتبطنا بيه على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي. فما يهمش انا اكون في اول الصفوف، يهمني ان انا اكون ببذل مجهود وعرق لرفع اسم نادي الزمالك. في الاخر الناس بتقدر، مش انت عارف صف اول او ثاني او ثالث، لا، الناس باحساسها وشايفه من نفسها. ودلوقتي الناس عندها من الفطنه والذكاء. النهارده شايف كابتن حسين لبيب اهوت وكابتن هشام نصر قاعدين ورا، وانا قاعد صف ثالث وكرسي فرعي كده، جابوا لي كرسي اقعد عليه، مفيش مشكله. لا، احنا كلنا في خدمه نادي الزمالك. دكتور كمال رمز كبير جدا، استاذ منصور حسيني، استاذ احمد الوطن قعد فتره كبيره جدا، الفتره اللي هي في اللجنه المعينه، الفنان الكبير اللي دايما داعم لنادي الزمالك، زي محمد منير، زي اسماء احمد السقا، اسماء كثيره جدا، محمد هنيدي، الفن وارتباطه بنادي الزمالك، كل دي ناس ارتباطها بنادي الزمالك سعداء بيها يعني. صحيح. ما يهمش احنا في انهي صف، المهم نادي الزمالك يكون فضل طبيعي. صحيح.